تالت استخدام من استخدامات البيم في البروجكت فيس، الا وهو الفيس بلاننج، الا ان انا بضيف بعد الزمن بحيث ان عندي الموديل او الفيلا ثابته، لا ابدا اشوف كل حاجه وتتبني، الجزء اللي تحت وبعد كده اللي فوق لحد ما يبدا المبنى يتبني معايا، تبدا الاعمده تتصب وبعد كده الحوائط وبعد كده الشغل بتاع المعماري وبعد كده شغل الكهروميكانيكال وهكذا، فتقدر تشوف المبنى هيتعمل ازاي. وده محتاج ناس تكون فاهمه 3 دي وفاهمه البلاننج وفاهمه ازاي تربط بينهم، فالموضوع محتاج ناس تكون اشتغلت شوية في برامج الإنشاء واشتغلت شوية في البلانينج، وممكن يكون معلوماته بسيطة في الإنشاء بس هو عارف إزاي ياخد الموديل، يعني هو قسم ما فيهوش حد بيعمل موديلينج بس في حد بيقدر يربط بين الموديلينج والجدول الزمني، وده مهم في مرحلة البلان والديزاين والكونستراكت. في مرحلة الأوبريت خلاص أنا مش محتاجه، يعني أنا في مرحلة الأوبريت ممكن أحتاج سيستم كونديشن موديلينج او كوست استيميشن، انما فيس بلاننج لا خلاص، يعني خلاص المبنى اتعمل ممكن احتاجه بس كدعايه للمشروع او اوري الناس انا عملت ايه بس، انما يعني مش هو ده الاساسي في المرحله دي. فالفيس بلاننج ممكن تستخدم برنامج مثلا زي نفس ووركس، ممكن تستخدم برنامج زي سينكرو بحيث تفهم ايه اللي هيبقى ليه وتقسم المعلومات اللي موجوده في الجدول الزمني، ممكن معلومات الجدول الزمني خطوط ورا بعض او سطور ورا بعض فمحدش قادر يفهمها، انما لما تشوفها 3 دي خلاص العقل جاهز ان هو يستقبل الموضوع دوت ويقدر يفهمه ويقدر يفهم الترتيبات. يعني في مكنه مثلا هتدخل في غرفه فالمكنه اصغر من الباب فلازم ادخلها الاول بعد كده من الباب وهكذا،